اهلا وسهلا فيكم ويسعد اوقاتكم مشاهدينا. نحن حاليا بالشيراتون بقاعه اميه باحد البازارات، بازار الخير بيجمعنا. رح نتعرف اكثر على اهداف هذا البازار الخيري وعلى المنتجات اللي موجوده فيه. كونوا معنا. هدف البازار هو انطلق البازار من فكرة البازار الخير بيجمعنا بسوريا الخير. يعني انطلق بازار الخير من فكرة انه نحن بدنا ندعم المشاريع الصغيرة للنساء، وبدنا نحن نلاقي لها فرصة لهالنساء اللي قاعدة ببيوتها لتنطلق بهالمشاريع الصغيرة افضل مكان لها. حبينا هالبازار، بتاخذ طاولة صغيرة هي بتروج بضاعتها. بس هالبازار هلا في فكره جديده انه نحن دمجنا جميع المحافظات، يعني عندنا مشتركين من طرطوس، عندنا مشتركين من حلب، من اللاذقيه، من جبل الشيخ، من سويدا، من ادلب، من دير الزور، فجمعنا لحتى يصير في روح منافسه بين السيدات. نحن اول مره بنشارك مع المدام مرام وبالشيراتون باعمالنا اليدويه، جايين نعرضها بطرطوس، من طرطوس للشام. أكثر عن شغلكم، شناتي وشو كمان شو؟ أنا شغلي شناتي إعادة تدوير، بجاز، تطريز، مثلاً هون عاملة تطريز اسم دمشق، هون أرادوس من طرطوس، هون مثلاً الأحرف المسمارية الفينيقية، يعني كل موديل شكل. بالشغل كروشيه بس بطريقة جديدة، مدخلة تقنيات جديدة للخشب مثلاً، عم بالشغل عليه على يعني عم رجع التراث القديم، جايبي حجر من البحر عم بشتغل عليه، برتقليات اكسسوارات. ايه تماما، هيدا حجر بحر من وادي قنديل، عامله مجموعه حتى اكسسوار للسيدات. في عندي الشيء القديم الجديد، القديم اللي هو الكنفه، هي القديمه هلا ما عاد هي موجوده، رجعت انا عم حدثها، عم بعملها اقمشه لوحات بس بدون بلور، يعني بطريقه حديثه مشان ما تندثر، لانه هي كثير قطعه قيمه ويعني وحرام تروح. نحن ماركتنا ماركت موني، موجودين بالمونه البيتيه اللي بنشتغلها كلها اورجانيك وبنشغل البيت، مونه صحيه 100%. بتتنوع اصنافنا بين المالح والحلو، عندنا الاصناف اللبنه المنكهه بين الورد، البرتقان، اللبنه الساده، اللبنه محر، مع الشيا اذا بدنا نروح للفوائد لبنه الجره. كمان عندنا المربيات اللي هي شوي سبيسيال، اللي هي مربى الرمان، مربى التين اللي بلا سكر، مربى البصل، مربى الزنجبير، مربى الشمندر ومربى الجزر، يعني عم نروح شوي للاشياء المختلفه. انا مشاركه بطاولتين، هي اول مشاركه الي ببازار الخير جمانه، البسه جاهزه ولانجوري، وفي عندي لوحات تكوني فنانه تشكيليه، واحجار كريمه كمان. وشو بدكم كمان؟ في شغل يد مطرزات يعني كمان اذا تحب تشوفوا، هذا شغلنا. اي تمام، هذا شو يعني، هذا من التراث، هيك شغلات هيك شغل يدوي. كمان نحن شايفين مشاركه الفلبينيه ضمن المعرض ومنتجات متعدده، طبعا مثل ما شايفين هي خاصه بالكمامات، كله شغل الفلبين واشياء بتعبر كمان عن الحضاره والثقافه الفلبينيه، مثل ما شايفين الفواكه المجففه، البن، حلويات، وهذا كمان من احد المشاركات هو طعام فلبيني، كمان احد المشاركات اللي موجوده، اضافه لستاند بيعبر عن الأماكن، خليني أقول السياحية والتراثية، وأيضا بالفلبين. مثل ما شفتوا معنا، هي كانت جولتنا ضمن البازار لليوم، منتجات متعددة ومن محافظات مختلفة، مشاريع صغيرة للسيدات وأيضا مهن وحرف يدوية عم بيحافظوا عليها ضمن هذا البازار، وأكيد الريع دائما خيري لفائدة المحتاجين. نلتقي بجولات تانية.